أعلام زينب حديد هي إحدى الأمهات الليبيات اللائي فقدن فلذات أكبادهن في الحرب على داعش في سرت. كاميرا أخبار الآن التقتها في بيتها وكل التفاصيل في هذه المقابلة. جتني أمي وقالت لي قالت لي يا زينب راهو محمد مجروح. قلت لها يا أمي لا إله إلا الله. أمي تبكي وتقول لي يا زينب محمد مجروح. نقولها شنو يا امي؟ تقولي راهو محمد راهو مجروح، هو حسين خوك معاك جاي معايا وشافها في النت، شافها في النت وشافها مجروح. قلت طلعت لحسين خويا، حسين شنو؟ قال لي مجروح لكن خليه لا اله الا الله محمد رسول الله، خليني نشوف قبل. اقعد انت خليك في مكانك لين نشوف قبل، يعني عدي المستشفى الطوارئ نشوف قبل. طلع حسين شوية، أمي قعدت تبكي. أمي شنو يا أمي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي كاتب ربي بيصير يا أمي. خلي إيمانك بالله قوي. جيت العثمان روح من صلاة الجمعة، هو حسين عثمان، قلت له يا عثمان أراه محمد انصاب، محمد انصاب. طلع عثمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلع الخالة شوية وقال لي راه محمد استشهد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد من لما سمع حرب سرت حرب الدواعش هو يبي يمشي. يا محمد أنت شهادة السنة هذه كيف قرايتك أولى؟ قال لي لا يوم يعني ضروري نمشي. نتذكر فيها يوم منعته، قلت له يا محمد بوك ماشي للسرت وعتمان أخوك في التوكة، أنا وخواتك ما تمشيش. قال لي يمي انت بدل ما تقولي لي عدي، بدل ما تقولي لي عدي تقولي لي لا ما تمشيش. يمي نمشي نمشي يا محمد. لا قال لي يمي نمشي نمشي. يمي يمي وليد الشقمان يستشهد، يمي ما عادش نقدر نمشي، ما عادش نقدر نقعد، الناس يموتوا. يمي انت تقولي لي اقعد ما نقدرش. صلى توضى وصلى ركعتين وخذ شنطه وعدى. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد كان يعني كان يبي يخدم. يمي نبي نخدم، يمي نبي نبني، يمي يمي عنده طموح انه هو يبي ضابط طيار. يمي ان شاء الله نبي نتخرج ونخش الكلية. كانت أمنيته دار جواز السفر متاع، يمي نبي نطلع نبي نسافر نبي نشوف الدنيا. يمي كان حلم أنه هو أفضل من هيك، لكن الله عند ربي خير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله عند ربي خير، وإن شاء الله انكتب من الشهداء والصديقين يا رب العالمين.